المدارس الموسم ال 13، واللقاء جميل جدا في حلقه جميله جدا، حلقه افضل لاعب. وهفكركم بالنتيجه: علي ثروت معاه 10 نقط، نورهان شعبان لسه ما فيش نقط، محمود عبد الرؤوف 10، محمد حماده 10، محمد حمدي ما فيش نقط، احمد امين 10، يوسف احمد في المقدمه 20 نقطه، محمد ابو الفتوح مفيش نقط. ودلوقتي مع الفقره الثانيه، فقره المعرفه. المعرفه، فقره المعرفه 4 اسئله 1 لـ1، معلومات عامه، رياضه، تكنولوجيا، وقدرات ذهنيه. انا اعدي عليكم وكل حد هياخد كوره. نبتدي بنورهان، اتفضل. يلا محمد ويوسف احمد، احمد امين، وما عندكش اختيار يا حمدي. طيب خلينا نشوف بقى مين. اول حاجه معلومات عامه، علي ثروت ومحمود عبد الرؤوف. رياضه، مش مصدق نفسي. نورهان شعبان، يعني انت سبت كل الكور وخدت الرياضه؟ مش عارفه. نورهان شعبان واحمد امين. وفي التكنولوجيا محمد حماده ومحمد ابو الفتوح. والقدرات الذهنيه محمد حمدي ويوسف احمد. طيب اول اتنين معلومات عامه، علي ومحمود عبد الرؤوف، اتفضلوا. محمود عبد الرؤوف وعلي ثروت، انتوا الاتنين كل واحد فيكم معاه 10 نقط. معلومات عامه، والسؤال هو: في اي دوله عربيه تقع اكبر محطه لمعالجه مياه الصرف الزراعي في العالم عام 2021؟ طاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب يوميا من المياه المعالجة ثلاثيا، دخلت موسوعة جينيس. إجابتك؟ مصر. اتكلفت 18 مليار جنيه. إجابة صحيحة. هتساهم في استصلاح. هتساهم في استصلاح 476 ألف فدان في أراضي شمال سيناء. علي معاك 20 نقطة. نورهان وأحمد أمين، أحمد أمين ونورهان، عندك أي معلومات عن الهاند بول؟ ولا أي رياضة خالص. رياضة، والسؤال هو: من هو اللاعب المصري الفائز بجائزة هداف كأس العالم للأندية لكرة اليد عام 2022؟ وانت بتحاولي تدوس على البزر. ايوه، ولا اي حاجة. قداح. اسمه ايه قداح؟ حسن قداح. حسن قداح طبعا، 45 هدف مع الخليج السعودي. ايوه، البطولة كانت في السعودية. إجابة صحيحة. برافو عليك يا احمد. وطبعا لازم نحيي الكابتن حسن قداح، انا شايف ان هو مستقبل مصر في الهاندبول. احمد امين معاك 20 نقطه. محمد ابو الفتوح ومحمد حماده، محمد حماده ومحمد ابو الفتوح. تكنولوجيا، والسؤال هو: سبيد ماستر هي اول ساعه تم ارتداؤها على سطح القمر، فما هي الشركه المصنعه لها؟ في يوليو 1969 الاكسسوار الوحيد اللي كان معاهم في الرحلة، الساعة ساعتها كانت 2:56 دقيقة بتوقيت جرينتش وقت ما هبطوا على القمر. طبعا الشركة دي بتفتخر، ده في رأيي أضخم إعلان في العالم. شركة إيه بقى؟ يا أبل بتصنع ساعات والله. هو طبعا ابل فيها ساعات، ولكن انا بتكلم على ساعة قديمة وشركة عريقة. اجابة خاطئة.
تفتكر يا محمد؟ رولكس. بص رولكس طبيعي جدا ان انت تقول رولكس، طبيعي طبعا لان رولكس من اشهر الماركات عالميا، ولكن رولكس اجابه خاطئه. اوميجا. ايوه بالظبط كده يا علي، اوميجا. برافو عليك يا علي. دلوقتي عندنا السؤال الاخير، واحد لواحد، قدرات ذهنيه، يوسف ومحمد حمدي، محمد حمدي ويوسف. قدرات ذهنيه، والسؤال هو: حل المساله الاتيه، 522 على 3 زائد 14 في 5 يساوي كام؟ فات 5 ثواني. إجابة خاطئة. هقدر أدي لك ثانية كمان. إجابتك 156. إجابة خاطئة، هي 244. أنت مرة ومرهان مرة، دايما عندكم مشكلة في رقم. هارد لك، اتفضلوا. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. فقرة الفنون، أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديع. طبعا أسئلتنا بتعتمد على السرعة، ليكم أنتوا التمانية. سينما ومسرح، والسؤال هو: من هو مخرج فيلم ساعة ونص؟ يوسف شاهين. يوسف شاهين طبعا إجابة مضحكة، أصل ده يعني بطولة كريمة مختار وفتحي عبد الوهاب وإياد نصار ويسرى اللوزي وأحمد صلاح السعدني. الفرصة الثانية، شريف عرفة. شريف عرفة إجابة خاطئة، تأليف أحمد عبد الله ومن إخراج مين بقى؟ الفرصة الثالثة. أنا بحب الفرصة الثالثة جدا، كلكم بتبقوا قاعدين متكهربين. عمرو عرفة. مين بقى؟ بالظبط كده، وائل إحسان. السؤال الثاني، أغاني وموسيقى، والسؤال هو: من هي الفنانة الأمريكية الأكثر فوزاً بجائزة جرامي لألبوم العام حتى سنة 2021؟ أريانا جراند. إجابة خاطئة، حصلت 3 مرات على الجائزة. أول مرة في 2010 ألبوم فيرلس، و2016 كان الألبوم اسمه 1989، و2021 ألبوم فولكلور. فرصة تانية، أنجلينا جولي. يا ريتها غلط. دي مأساة. مش عارف، بدور على إجابة إيه. إجابة مأساوية. يا نهار أبيض، يعني أنا شفت ناس بتخمن كتير بس مش للدرجه دي. طيب الفرصه الثالثه، تايلور ايه؟ حماده. تايلور سويفت. تايلور سويفت اجابه صحيحه، برافو عليك. ايوه كده، عايزكم تبقوا مصحصحين معايا علشان انا هساعد. السؤال اللي مش هيتجاوب هساعد، صح ولا غلط؟ واتفقنا على كده. لوحات ومعالم، والسؤال هو: كيرن برنوناز هو من أقدم المباني في العالم، ففي أي دولة أوروبية يقع؟ إسبانيا. إسبانيا إجابة خاطئة، تم بناؤه في العصر الحجري الحديث، من 4500 ل 3500 قبل الميلاد. الفرصة الثانية، علي. إيطاليا.
ايطاليا يا رب. مين موافق؟ انا كنت اقول ايطاليا برضه. كنت هتقول ايطاليا. كنت هقول ايطاليا. كنت هتقول ايطاليا. اجابه خاطئه. من اهم المعالم الاثريه واقدمها في عصور ما قبل التاريخ في اوروبا الغربيه. الفرصه الثالثه. ما عندكش حاجه تخسرها. اليونان الغربيه. الغربيه انا كنت هدوس اليونان بس هو الغربيه ما دوست. بقول اوروبا الغربيه. فرنسا. ايوه فرنسا يا علي بالظبط كده. محمد ابو الفتوح. اجابه خاطئه. للاسف الشديد ناقص 5. السؤال اللي جاي دمه خفيف جدا، اسهل ما يكون. سرعه البديهه. والسؤال هو كم مره تكرر الرقم 8 في الصوره؟ سؤال غريب جدا بصراحه. اثنين وثلاثين. إجابة صحيحة. برافو يا حماد. سؤال ما كانش سهل. 10 نقط في نهاية الفقرة مهمين جدا لمحمد حمادة. النتيجة في نهاية الفقرة علي ثروت 20، نورهان شعبان مفيش نقط، محمود عبد الرؤوف 10، محمد حمادة في المقدمة 30، محمد حمدي مفيش نقط، أحمد أمين 20، يوسف أحمد 20، محمد أبو الفتوح ناقص 5. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة ضربات الجزاء وحلقة أفضل لاعب والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 35 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب 30,000 جنيه بما يساوي 1,050,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 2,850,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.